في سؤال a ball is rolled off a table of height A. إذن هذه طاولة العلو H والكرة هذه إذن تمر أفقيا وإذن تبدأ حركتها هنا بسرعة أفقية بما أنه كانت تمشي أفقيا أو تتحرك أفقيا أوكي. وإذن بطبع المطلوب منا إذن خصائص الحركة بعد ما تنفصل من الطاولة وبالتالي بطبع هنا حركة قذيفة. إذن المطلوب its horizontal distance x just when it strikes the ground is given by okay. إذن مطلوب تلقاو معادلة ال x هذا المسافة هذه وتختاروا ما بين المعادلات هذه okay. إذن هناك مثلا بعض من الأجوبة ممكن تحذفوها إذن ممكن تتجنبوها من حيث الأبعاد مثلا هذه إذا أخذنا هذا الحل هذا شايفين h بطبع الارتفاع يكون بالامتار السرعه اللي هنا الفوق تكون بالمتر على الثانيه والتسارع اللي هنا بالمتر على الثانيه تربيع اذا هذا الكسر هذا يعطيكم شيء بالثانيه اوكي هذه ثانيه ومضروب بالامتار اذا ثانيه مضروب بالامتار لا يمكن ان يعطيني امتار وبالتالي هذا الجواب هذا الاقتراح لا يصلح انه يكون مسافه او displacement اذا هذا الجواب هذا مثلا ممكن تحذفوه من حيث البعد اوكي ولكن نشوف الان حل التمرين كامل إذن كما قلنا حركة قذيفة بسرعة بدائية VI أفقية لهنا نختار محور Y إلى الأعلى محور X إلى اليمين النقطة الانطلاقة صفر أوكي إذن في اللحظة البدائية صفر الـ XI و YI الاثنين يساوي صفر أنطلق من النقطة صفر صفر وفي النهاية والسرعة البدائية بالطبع مكوناتها VI في اتجاه الـ X و صفر في اتجاه الـ Y لأنه سرعة أفقية أوكي بالطبع في اتجاه الـ X كما تعلمون حركة منتظمة اوكي وفي اتجاه الواي حركه سقوط الحر. في اللحظه النهائيه عندما اصل هنا اذا تي اف يساوي تي اوكي اذا ما هما احداثيات النقطه النهائيه؟ اذا اكس يساوي ار لهنا غيرت الرمز او الحرف اذا لهنا سوف احسب ار اوكي في التمرين كاتبين اكس لماذا؟ باش نتجنب الخلط ما بين الفاريبل اكس والمقدار ار وواي يساوي ماينس اتش عندما نصل الى هذه النقطه هذه. والسرعة النهائية إذا Vx وش هي؟ إذا حركة منتظمة إذا Vx تساوي حتما Vix عفوا هذا Vix يساوي ثابت و Vix يساوي Vi بالطبع أوكي؟ و Viy إذا Vy إذا حركة سقوط حر في اتجاه الواي إذا هي عبارة عن ماينس جي تي أوكي؟ إذا التسارع مضروب تي زائد السرعة البدائية Vi Viy أوكي؟ اللي هي صفر. والآن إذا استعملت معادلة الـ y عندما أصل إلى النقطة هذه إذا y يساوي minus h يساوي إذا نص التسارع t تربيع زائد vi y t إذا هذا يعطيني صفر زائد y i هذا صفر أوكي وهذا يعطيني الارتفاع h لهنا نستخرج الارتفاع h من هذه المعادلة إذا الارتفاع h هو g على 2 مضروب بt تربيع أوكي إذا من هذه المعادلة نستخرج التي اوكي اذا تي اف تربيع يساوي تي تربيع يساوي 2 اتش على جي اوكي الان من معادله الاكس معادله الاكس وش هي؟ هي نفسها اذا بما انه السرعه ثابته اذا وش هي؟ اكس هي السرعه مضروبه بتي زائد اكس البدائي اوكي اذا في اي اكس هي في اي في اي اكس هي في اي مضروبه بتي زائد اكس اي اللي هو صفر اكس اي يساوي صفر إذا هي VI مضروبة بـ T. أوكي؟ إذا هي VI مضروبة بالجذر لهذه الكمية هذه. أوكي؟ لأنه T تربيع يساوي هذه الكمية. وفي الأخير نتحصل على أنه المسافة الأفقية اللي يصل إليها الجسم هي السرعة البدائية مضروبة بجذر 2H اللي هو الارتفاع تقسيم G.